حية مرحبا مليون تراني امسك لك الميكروفون تسلم تعطي المايك ولا لا خذ المايك لكن يحاول ما ودك تمسك هذه شوي لا خلها معك لا الله يحييكم جميع الساعة المباركة تشريفكم لنا والله يسعد مساكم ومساء جمهور بداية وترحيب مني أنا لضيوفي الخاصين الأستاذ بدر العلي الأستاذ عبد الرحمن القحطاني راشد المطيري أبو محمد ماني مرحب فيه راعي محل ما يحتاج أنا وقفتي هنا رجعت بالذاكرة إلى الماضي الجميل ما كنت متخيل إن هاللحظة في هذا المسرح إنه بيذكرني وقفتي في مسرح برنامج بيت عرسان سنة 2006 كأول برنامج لقناة بداية يعني لسه أنتم صغار فما كنت متخيل إنه راح أعيش راح تكون قناة بداية جزء من حياتي يا أخي لدرجة أن المسرح قطاح علي أنا والأستاذ سرور الروقي الله يحفظه فارتباطي في القناة سبحان الله العظيم جاء بصدفة فمن 2006 إلى الآن عشت مع القناة مراحل كثيرة زعل فرح حزن كل شيء مر علينا فيها شرفني الشيخ عبد العزيز العريفي مالك قناة بداية والأستاذ سامي الجعوني المدير التنفيذي لقناة بداية بأني أستلم ثلاث جوائز من الخمس جوائز اللي فازت فيها قناة بداية في مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة قناة بداية مر عليها الكثير خلال السنوات اللي راحت من نجوم لهم أثر في المجتمع قناة بداية من مجرد أرقام وإحصائيات أثر قناة بداية على ملايين المنازل في السعودية وفي الوطن العربي أثرت تبون أقول زيادة ولا خلاص يلا شكرا لكم وقبل ما الختام زارني أمس في العيادة أخوكم وصديقكم وزميلكم محمد بن فلاح القرقاح سلم عليكم جميع ويعتذر منكم لعدم الحضور لارتباطه مع والده في حفل قبيلة قحطان بعد يومين ما عليكم زود وقدم هدية بسيطة هي قيمة والدنيا سرقتها بس ما قدرت لأنه مصورني للأستاذ سامي الجعوني المدير التنفيذي بمناسبة فوزه بأفضل مشرف عربي 2017 تستاهل يا أبو يارا وألف شكر لك يا أبو فلاح والله ودي إنها بس ما يمديني مصور لا 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 خليك معي شوي يرضى الله وجهك وجمال الله أنا خلاص أنا مستعد أخذ 97 إبرة في وقت واحد الحين خلاص يرضى الله وجهك جمال الله حالك الله يبيض وجيهكم جميع ويجمعنا وانتم في دار قراره ويحشرنا وانتم محشر طيب